ومشاهدينا، لأن حرب غزة هي الأكثر فتكاً للصحفيين، فإن هذه الفترة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ عام 92، تخيلوا، عندما بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع كل هذه البيانات عن حال الصحفيين وواقع عملهم والانتهاكات التي تحصل بحقهم، حيث طبعا أيضا قتل ما لا يقل عن 97 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن 92 منهم فلسطينيين. قبل ذلك ربيع كان عام 2007 هو الأكثر دموية، إذ قتل 44 صحفيا في العراق بجانب 46 آخرين في أماكن النزاع حول العالم. نتحدث عن نصف عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة الآن. بالفعل، واللافت بأنه 97 في هذا العام في العالم كله، 92 منهم من داخل فلسطين، وربما البعض منهم الباقي. كان هناك أيضا استهداف لبعض الصحفيين في جنوب لبنان من قبل القوات الإسرائيلية، 2 أو 3 أيضا قتلوا في بداية الحرب كما أذكر، وبعدها بعدة أشهر.